السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لمبات كهربائية تشتغل على الإحساس الكهرومغناطيسي للفئران والحشرات وحتى الحشرات والشرس والفئران. لاحظ أن هذا الجهاز يعمل بطريقة غريبة سبحان الله، يعني يأثر على الحيوانات والحشرات بطريقة يعني عجيبة. مجرد أنك تحط هذه اللمبة داخل جهاز كهربائي تشتغل. لاحظ الحين، شوف التجربة كيف يتأثر مباشرة. بنخبر شله، ودي هناك، ودي اوكي، بنشوف المسافه بعيده جدا. شوف مقدار المسافه البعيده اللي راح ويتاثر فيها مباشره. لاحظ كيف قد تقتله ايضا، ويمكن مستحيل انه يقترب من منطقه المنزل. يا سبحان الله. ثانك يو براذر، ثانك يو، ويلكم، نايس تو سي يو، ويلكم، ثانك.